مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. أنا الأستاذ حاتم شلغوم مكلف بمتابعة والدفاع عن السيد الأسعد بن عبد الله السويع المنسوب إليه فعل يعني ارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية لما كان قادما من ليبيا بعد قضائه أكثر من أسبوعين على قيد الحدود. منوب إلى حد الساعة ما زال موقوف بالمحكمة الابتدائية بالدين ولم تقع محاكمته إلى حد الساعة، ننتظر قرار إحالة من سيد وكيل الجمهورية، ويعني قد تكون في الساعات القادمة أو على أقصى تقدير غدا صباحا مع احترام الأجال القانونية للاحتفال. والأمر الذي هو يعني مستوجب وقوعه بقاؤه في حالة حجر قانوني لمدة 14 يوما، وهو إجراء يعني يشمل كل التونسيين الداخلين سواء عبر معبر تونس أو معبر رأس الجير أو معبر قرطاج أو غيره. ونفند أنه قد تحصل على عفو من طرف سيد رئيس الجمهورية، ونحن ربما ننتظر ذلك من رئاسته، والظروف التي حافت بالواقعة يجعل منه شخص يعني غير مسؤول بتصريحاته نتيجة الضغط النفسي، نتيجة الجوع والإرهاق والعطش والحرمان. كيف لشخص أن يحرم من دخول إلى دولته وإلى بلده؟ ماذا تنتظر منه أن يقول؟ نحن نعتبر أن ذلك تصريحات لغو في لغو، ونتيجة الغضب ونتيجة الوضعية النفسية التي كان عليه.